صباح الخير للبسط السابع. اليوم حنشرح شابتر 10 بمنهجنا اللي هو الالكتريك سيركت. الالكتريك سيركت يعني الدائرة الكهربائية. فإذا حنبلش هلا بالبارت الجديدة من درسنا اللي هي الالكتريسيتي مع أول شابتر 10 اللي هو الالكتريك سيركت. أول شيء رح أحكي عنه اللي هو الانكندنسنت لامب. شو هي؟ هاي اللامب اللي هي اللامب القديمة اللي كانت موجودة عندنا قبل ما يطلع على السوق لمبات اللاد اللي هلا بتشرب بكل البيوت تقريبا. هاي اللام مبدا شغلها كيف؟ بيكون في عندها تو تيرمينالز، عندها طرفين، هودي هن التو تيرمينالز اللي بيكونوا بقلبها. These two terminals are connected to the extremities of a tungsten lamp. بيكونوا موصولين بالتنجستن واير. هون بيكون في حبل او شريط من التنجستن. تنجستن نوع من المعادن اللي بيصير انه الكهرباء بتجي بتفوت من هيدا التيرمينال من هون، طبعا هي بتكون محطوطة بالكهرباء وبتمرق بالتنجستنج واير وبترجع بتنزل الكهرباء بالتيرمينال الثاني. طيب شو اللي بيصير؟ حواليه بقلب اللامب حوالين التنجستنج واير في عنا غاز، في غاز. لما بتمرق الكهرباء بقلب الشريط، الشريط بده يسخن، ولما بده يسخن الشريط حينقل الهيت الحرارة للغاز اللي موجود بقلب اللامب. بهالحالة ببلش تشع اللمبة لأنه الغاز بس يسخن أو ياخد انرجي بده يبلش يشع، فإذا بتضوي اللمبة بهيدا المبدأ. حنحكي هلأ عن الالكتريك دراي سيل. طبعا إذا بدنا نحكي عن كهرباء فأكيد لازم نحكي عن الدراي سيل، يعني ما فينا إلا ما بدنا نحكي عن البطارية، عن مصدر الانرجي، عن مصدر الالكتريك انرجي، مصدر الطاقة الكهربائية. طيب does each dry cell have two poles؟ هل كل dry cells عندهم two poles؟ poles يعني قطبين. طبعا فإذا ال dry cell have two poles، عندها قطبين positive and negative. do the two poles of each dry carry the same sign؟ هل هن عندهم same sign؟ are they identical؟ هل هن مثل بعض؟ dry cell عندها two distinct، distinct يعني مختلف، two distinct poles، واحد positive والتاني نيجاتيف. ما كلكم بتعرفوا البطارية هي بلس وماينس، اوكي؟ فاذا الالكتريك دراي سيل هاف تو بولز بوزيتيف اند نيجاتيف. البلس عادة بيجي مدبب بينما الماينس بيجي مالس. كومبليت الكتريك سيركوت. طيب انا ليكون في عندي الكتريك سيركوت يعني دائرة كهربائية، وات دو يو نيد تو كونست اكمبليت سيركوت؟ لشو بحاجة؟ الغراض موجودين هون. اولا طبعا مثل ما بتعرفوا بحاجة لباتري او دراي سيل، فاذا باتري او دراي سيل نفس المعنى. بحاجة للامب، بدي لمبة. بحاجة لشو؟ لكونكتينج وايرز، لشرطان لأقدر اوصل من خلالهم. وبحاجة بعد لسويتش. السويتش يعني هو مثل فأسة اللمبة اللي بضوي وبطفي. هول فور ماتيريالز كيفين؟ هول ماتيريالز كيفين انه انا اعمل سمبل سيركت، سيركت بسيط، بحيث انه انا وي كونكت ذا لامب اند ذا باتري اند ذا سويتش باي ذا كونكتينج وايرز، اند وين وي كلوز ذا سويتش ذا لامب جلو، وين وي اوبن ذا سويتش ذا لامب تيرن اوف. اوكي؟ طيب هلا اذا انا اجي بدي اجي ارسم سيركت، في بقلبه لام وفي بقلبه دراي سيل وفي بقلبه سويتش وفي بقلبه كونكتينج واير، مش حاجي ارسم لمبه وبطاريه وشرطان، مش حاجي ارسم الرسم. فعشان هيك حنستخدم سيمبلز لالهم ريبريزنتينج ا سيركت باي ا دايجرام. دايجرام يعني سيركت رسم. طيب الكومبوننت دراي سيل السيمبل لها هيك، الرمز تبعولها بهيدا الشكل، خطين واحد اكبر من الثاني، الطويل بيمثل البوزيتيف والقصير النيجاتيف. اللامب السيمبل لها سيركل وبقلبها اكس، الكونكتينج واير بنعبر عنها بخط، الموتور سيركل وبقلبها ام، اوبن سويتش هيدا هيك شكلها انه سويتش يعني كانه الكبسه اللمبه مش مكبوسه ما بتعطي كهرباء، بينما كلوز سويتش مسكر بهيدا الشكل. طبعا هولي موجودين بكتابكم اللي حابب يرجع لهم. Activity 3 and 4.
طيب هون هون السويتش اوبن منه مسكر. طيب اوبن سويتش، هل بيمرق كهرباء والله لا؟ هل ممكن يكون في عندي كهرباء عم تمرق؟ نو الكتريك كارنت، ما في كهرباء عم تطلع من البطارية لأنه السويتش اوبن، يعني أنا مش كابس الكبسة، مش كابس كبسة اللمبة، فإذا اوبن سويتش. اوكي طيب نجي للحالة الثانية، هون السويتش ار كلوزد، كلوزد سويتش، هل في كهرباء عم تمرق ولا لا؟ The electric circuit, there is electric current. في كهرباء عم تمرق. اوكي فاذا اذا كان open switch ما في كهرباء عم تمرق بقلب السيركت، اذا كان closed switch هذا الشيء بيسمح انه الكهرباء تطلع من البطاريه.